حزب العدالة والتنمية اللي هو حزب حصل على الرتبة الأولى منذ يعني حركة 20 فبراير وانتخابات سابقة لأوانها التي أجريت يعني في 2011 جاء هو الأول في انتخابات وكذلك في انتخابات ديال 2015 و2016. هادشي كله عنده أسس مؤسسة له، ماشي غير فقط الطريقة باش كيشتغل حزب العدالة والتنمية على ذاك المثلث ديال الإحسان وديال الدعوة وديال السياسي، وأنه عنده أموال طائلة، وأنه تغلغل في الفئات الشعبية اللي هي عندها انتظارات كبيرة والتي تعاني من الفقر ومن التهميش، وكذلك حتى في إطار واحد الفئات اللي هي متعلمة ولكنها ربما تفتقد إلى الحس النقدي واحد العدد ديال الأمور. يعني كتلقى يمكن طبيب مهندس واللي هو يعني ربما في المهنة ديالو ممتاز ومتميز، ولكنه ما تيفهمش لا السياسة، ما تيفهمش الفلسفة، ما تيفهمش علوم الاجتماع، ما كيفهمش كيفاش الإنسان كيمكن يسيطر عليك على العقل ديالك وخا يكون أمي ويجرك لواحد المشروع اللي هو ضد المصالح ديالك. إذن الدولة المغربية كذلك التي حاربت القوى الديمقراطية والتقدمية في البلاد على مدى عقود طويلة، ورغم أننا درنا هيئة الإنصاف والمصالحة التقرير ديالها ما خرج والتوصيات ديالها ما طبقتش، وحنا باقين كنعيشوا يعني انتهاكات ديال حقوق الانسان بتفاوتات وحسب الجهات وحسب الناس المستهدفين. الدوله المغربيه خربت التعليم بهذه الاصلاحات التخريبيه المتتاليه، انه ولينا كنخرجوا بديبلوم ولكن ما عندنا حس نقدي، ما عندنا ثقافه عامه، ما عندنا حس المواطنه، ما عندنا ثقه في النفس، ما عندنا قيم رافعه نحملها الا من رحم ربك، وهذو كتلقاو الوالدين ديالهم والاسر هي اللي كتعاون. اذا حنا بالنسبه لنا لا، النظام اللي حنا كنعيشوا فيه تآمر على القوى الديمقراطيه والتقدميه وهمش الاحزاب والسيد التكنوقراط وقرب اليه الاحزاب التي صنعها صنعا والاحزاب اللي مواليه له اللي هي تحت الطلب، وانه واحد الوقت استغل التيارات الاسلامويه لضرب التيارات يعني اليساريه والتقدميه، ولكن هذيك التيارات الاسلاميه تغلغلت في المجتمع واستغلت داك التربه ديال الجهل وديال الفقر وديال الثقافه العامه ما كايناش وديال الاميه السياسيه باش تغلغل وتجي هي الاولى. اليوم حزب العداله والتنميه بين بانه حزب كباقي الاحزاب، يعني حزب يميني متطرف. علاش؟ لانه يؤمن بالليبراليه المتوحشه، وانه لا يجد من استراتيجيه في المغرب الا الاقتراض. احنا راه غرقنا بالمديونيه والخوصصة اللي هي من التوصيات الأساسية ديال المؤسسات المالية من أجل إخضاع الشعوب، يحيدوا كل الأدوات اللي كانت بيد ما يصطلح عليه الدولة الاجتماعية ما تبقاش باش ما نوصلوش للعدالة الاجتماعية، شجعوا هذيك اللا قيم باش تولي الفردانية والاستهلاكية، هادشي اللي حنا كنعيشوه، الناس كلها ولات مستهلكة، ما بقاش ذاك الفرد المواطن اللي باغي ماشي غير يعاون راسو يعاون المجتمع. إذا حزب العدالة والتنمية تطور سريعا ليصبح حزبا يمينيا عاديا عاديا يخضع للتوصيات ديال المؤسسات العالمية المهيمنة على العالم ويخضع للتوجيهات الداخلية، وهكذا شفناه هو في الحكومة ولكنه لا يحكم. يعني كاين القرارات كتجي من جهات واحدة أخرى، كنشوفوا السيد العثماني اللي هو رجل محترم طبيب كيجي التلفزيون كياخذ ساعة الله رب ما يقول لنا والو، ما قال لنا حتى حاجة، حنا كننتظروا. والمغاربة ولاو بالمناسبة كيتبعوا الاوقات ديال التصريحات ديال الوزراء ديال فرنسا وديال الانجليز وديال السويد باش يعرفوا واش جاري في وسط هذه الجائحه في العالم، في وسط الابحاث العلميه في البحث عن الدواء او في البحث عن هذا. المغاربه كلهم كيعرفوا الدكتور غاولد، ما كيعرفوش ديالنا. حنا راه عندنا اطباء ممتازين متميزين، ما تنجيبوهمش، ما كنجيبوهمش يهضروا ويفسروا لنا ويقولوا ويتعرفوا، والمغاربه يفتخروا بهم ويعرفوا بانه كاين هناك اطر طبيه في مستوى عالمي رفيع، وحنا كنوجهوا لهم التحيه لا هو ولا الممرضين ولا المساعدين الخدامين. ولكن كيف قلت انه حزب العداله والتنميه عادي. وفي الانتخابات المقبله، سؤالكم حول الانتخابات المقبله، على ما يبدو انه نعم، اولا الدوله المغربيه في اطار الاعداد لهذه الانتخابات هذه طلبت من كل الاحزاب تعطي مذكرات باش تقدم مقترحات ديالها كيفاش يمكن لينا نقادو شويه. حنا درنا مذكره ديالنا يمكن لينا نتكلم عليها بسرعه، طلبنا باش تكون هيئه مستقله الى جانب وزاره الداخليه باش تظهر، طلبنا باش يسجلوا المغاربه اللي تقريبا شي 13 مليون ما مسجلينش انطلاقا من البطاقه الوطنيه، طلبنا بانه يكون هناك انفراج سياسي يخرجوا المعتقلين السياسيين
والصحفيين المدونين يعني باش نخلقوا واحد الجو ديال الانفراج وديال الرغبه في المشاركه السياسيه. قلنا بانه الرفع من التمثيليه النسائيه لانه بلا نساء ما كايناش ديمقراطيه. اعطينا واحد العدد ديال المقترحات وديال التدابير، ومن بعد يعني الداخليه بدات كتلاقى مع كل حزب حزب على حده ولا مجموعه. حنا كنتقدموا كفيدرات اليسار الديمقراطي، درنا مذكره مشتركه ودافعنا على المضاد. فاذا به كنشوفوا دابا حزب العداله والتنميه بحال تذكرنا بواحد في 2002 ملي كانوا طلبوا منهم انهم يقلصوا العدد، عاوتاني كيقول لك هذا غادي يكون غير طلب يعني تحت ذريعه هذه الجائحه، وهما عارفين راسهم بانهم يعني عندهم واحد القاعده مصوته، واخا فهمت هذيك القاعده بان كاين هناك متاجره بالدين وكاين هناك نفاق، ان الناس كتلبس الفولار هنا وكتلبس الجين في فرنسا، يعني هذا كاين هذا الشيء، ما تكذبوش على المغاربه، اللي بغى يدير شي حاجه حنا مع الحريه ونحترم، اللي بغى يلبس اليوم فولار وغدا يلبس الجين مرحبا، ولكن ما تجيوش تبيعوا لنا الاوهام وتبيعوا الدين باش تربحوا الاصوات ومن بعد تبداوا. النائب الاول في البرلمان، النائب الثالث في مجلس التعليم الذي لا يشتغل، النائب الرابع في المجلس كذا، كتلقى اساتذه الابتدائي دخلوا البرلمان، مع التحيه للاساتذه الابتدائي اللي هما محترمين راه باقيين في القسم. حتى ولا الواحد كيقبط 150 الف درهم 170 الف درهم شويه راه تينساك، ما تينسى الشاب ولا خصوصا هذوك اللي كيجيو من الفقر المدقيع الى هاد الملايين، يعني لا يمكن ان تنتظر منهم خيرا الا من رحم ربك كيف كنقولوا. اذا حزب العداله والتنميه حزب عادي وطبع مع الفساد ومع الاستبداد ومع النظام، واليوم هو فرح سعيد بكونه موجود في الحكومه ويتغلغل داخل دوالب الدوله كلها وفي النقابات وموجود في كل بلاصه، الفلوس موجوده عنده باش يدفع ديالو، هذه سي دو بون غار كيف قلنا، كل واحد كيستعمل الاسلحه اللي عنده والدوله تزيدوا الملايير. اذا ماشي انا هذا الشيء جاني عادي، اللي ما جانيش عادي هو انه في هذه الظروف الاستثنائيه والعالم مقبل على مرحله جديده ونحن امام تهديدات مختلفه بانفجارات داخل الاوطان، وان هناك تهديد ب يعني تجزيء الوطن المغربي وجهات اخرى، ان الدوله المغربيه تتعامل وكان شيئا لم يقع، وان هذه الانتخابات وكانها تقع وستنظم في ظروف عاديه، يعني ما بانش لنا شي استعداد انه اتخذ تدابير قويه من اجل ضمان النزاهه والمصداقيه ديال هذه الانتخابات، واننا نديروا شي انتخابات ماشي بحال سابقتها، ما كاينش هذا الشيء. قبل ما تخرجوا شاركوا معنا على قناه 8 مارس وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.